مسلسل جوديا تنلعب دور ديال نبيل، هو دور ديال رجل اعمال نقدروا نقولوا تيمثل واحد الطبقه من المجتمع، يمكن ما عندوش الوقت، يمكن ما مساليش للزوجه ديالو، والحمد لله ان هذا المسلسل هذا لاق الجمهور المغربي ولقى واحد الاقبال كبير. نتمنوا من الله انه لا سويت تكون مزيانه وانها تعجب الجمهور المغربي. واش كاين جزء ثاني ديال جوديا ولا لا؟ لانه داكشي تيبقى للشركه المنتجه اللي هي لا سي ان ار تي، فنتمنوا من الله علاش لا انه تكون جزء ثاني وثالث ورابع ونقدروا نحققوا هذا النوع ديال المسلسلات اللي تقدر يحقق واحد المدى بعيد عند الجمهور، لانه مازال يمكن ما قدرناش اننا نوصلوا للاجزاء طويله في بزاف ديال المسلسلات، وهذا ان شاء الله حلم ديالنا نتمنوا الله انه يتحقق. ودائما الادوار على اختلافها تنتمتعوا فيها كلها الحمد لله، لانه اليوم تتلعب واحد الدور ديال واحد الانسان بسيط، غدا تلعب واحد الدور ديال واحد الانسان اللي هو من واحد الطبقه اللي هي لاباس عليه ولا شي حاجه بحال هكا، ولا ممكن تلعب اليوم دور ديال المحامي، غدا دور ديال الطبيب، انسي دو سويت. هذا كله الحمد لله تيخلينا اننا تنبحثوا في هذه النوعيات ديال الناس، فهي الا تجربه كل نهار تتفيق الصباح تشوف لاكيت ديالك وتتقلب وتتبحث في الناس باش تقدر انك تلعب ادوار ديالهم. هذه المساله هذه ماشي سهله، ولكن الحمد لله لعبت بزاف ديال الادوار اللي انا عجبوني بزاف في المسار الفني ديالي، ولكن مازال الكثير والكثير ديال الادوار ان شاء الله، منهم ادوار تاريخيه، منهم ادوار اللي ممكن جسد بها حوايج اخرين، هذا هو المهم. صراحه انا ما عنديش واحد الالمام كبير بكره القدم، ولكن ملي تيكون لاعب المنتخب المغربي دائما تتكون واحد الحب ديال الوطن ديالك، وانه النجاح ديال هاد اللعابه اللي تيمثلوني وتيمثلوا جميع الشعب المغربي. فتنتمنى من الله ان شاء الله حظ سعيد للفريق ديالنا الوطني، هذه اهم حاجه عندي. شكون اللي غيربح لا كوب دي موند جو سي با، ولكن تنتمنى من الله انه ان شاء الله يفوتوا الدور الاول ويدوزوا للدور الثاني، وعلاش لا نوصلوا حتى النهائيات ان شاء الله. انا تنقول للجمهور العريض انه خليكم معنا، حنا تنحاولوا اننا ان شاء الله نقدموا دائما منتوج احسن واحسن. تنطلبوا من الله انه ان شاء الله اللي يحشمنا مع الجمهور المغربي، وتنتمنى له السعاده والرخاء في ظل صاحب الجلاله الله ينصره، هذا هو اهم حاجه.